الكوت ديفوار تقوم بخطوة غير متوقعة بعد تأهل منتخبها مباشرة بعد فوز المنتخب المغربي، وهذه هي الخطوة الكبيرة التي ستقوم بها بين المغرب والكوت ديفوار. أعلنت شركة الطيران الإيفوارية فتح خط مباشر مع المغرب ابتداء من 15 أبريل 2024. وكشف لوران لوكو المدير العام للشركة في مؤتمر صحفي الخميس أنه سيتم فتح خط مباشر بين أبيديجان والدار البيضاء اعتبارا من 15 أبريل 2024، وذلك بوقع 4 رحلات أسبوعيا. وتعتبر شركة طيران كوت ديفوار هي الناقل الرسمي لكأس الأمم الإفريقية 2023، وقامت ب 78 رحلة جوية في إطار هذه البطولة التي انطلقت في 13 يناير وتنتهي في 11 فبراير. نشكركم على حسن المتابعة.